وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الرائد محمد إبراهيم الحادي، رئيس فرع الخطط في إدارة العمليات برئاسة الأمن العام في وزارة الداخلية. بداية كل عام وأنتم بخير، أهلا بك في نشرة الثالثة. هل توضح لنا مدى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية لتلقي البلاغات خلال فترة إجازة عيد الفطر؟ تعتبر دوريات الناجدة أحد فروع المنظومة الأمنية من خلال جهودها التي تقوم بها على مدار الساعة لحفظ الأمن والوقاية من الجريمة وضبط مرتكبيها. ويتم نشر وتكثيف الدوريات بناء على خطة أمنية تعتمد على معلومات وبيانات إحصائية في جميع المحافظات وعلى الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وطبعا الأماكن الحيوية بالقرب من المجمعات التجارية، بالإضافة لتأمين مصليات العيد للحفاظ على الأمن والنظام العام. ولا يقتصر عمل الدوريات على تلقي البلاغات، بل يتم تقديم المساعدات على الطريق والخدمات المجتمعية لكافة أفراد المجتمع. نعم سعادة الرائد، ما هي الخطة التي تم وضعها فيما يتعلق أيضا بدوريات النجدة؟ منظومة العمل في غرفة العمليات الرئيسية تتطلب الجاهزية والاستعداد الدائم لتقديم العون والمساعدة لجميع أفراد المجتمع والاستجابة لبلاغاتهم التي ترد إلى مركز تلقي البلاغات على خطوط الطوارئ 999، وإسناد هذه البلاغات إلى الجهات المختصة لتقوم بدورها بالاستجابة الفورية لها ومتابعة الإجراءات المتخذة. ومن أولويات غرفة العمليات الرئيسية تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية في جميع الأوقات والظروف، وبالأخص في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر. تتطلب مهنية واحترافية للاستجابة لجميع البلاغات، وكذلك ترتكز واجبات ومهام غرفة العمليات الرئيسية على خطط وأوامر وتعليمات دائمة تهدف على تعزيز التنسيق التام مع الإدارات والمديريات الأمنية بهدف رفع القدرات والكفاءات الأمنية. نعم الرائد محمد إبراهيم الحادي، رئيس فرع الخطط في إدارة العمليات برئاسة الأمن العام في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.